ده فارس قصة الجماهير. لكن هو كمان ما اكتفاش بقى بدور الجماهير وبدأ يلعب في نقطة تانية. كابتن محمد الشناوي بيزعل الناس ان هو في حتة تانية، والناس بتطلع تقول ما تقوليش الشناوي في حتة تانية. لا، كابتن محمد الشناوي في حتة تانية وبعيد قوي عن أقرب منافس ليه، سواء كان المنافس ده محليا أو داخل القارة، بعيد قوي في حتة تانية فعلا. ولو بتضايقكم دي، كابتن محمد الشناوي في حتة تانية. وأي حارس كبير بيغلط، صحيح الخطأ كبير، ولكن في النهاية يبقى الكابتن محمد الشناوي حارس كبير. طلع الكابتن خالد غندور حاول يوصل ان في أزمة بين جماهير النادي الأهلي والكابتن محمد الشناوي، تخيل. ده عملها ازاي بقى؟ يعني زي ما انت بتقول كابتن محمد الشناوي في حتة تانية، ده بيضايق البعض، ولكن ده مش باعترافنا، ده باعتراف حراس نادي الزمالك وجنش اللي بيرى ان محمد الشناوي افضل حارس في مصر، ودي مش وجهة نظر، دي حقيقة. ويمكن كابتن محمد الشناوي قدوة لاغلب الحراس حاليا اللي بيحاولوا، زي ما اتكلم كابتن محمد عبد المنصف، ان انت لما بتقارن نفسك حاليا بمحمد الشناوي تشوف انت فين منه. فلما تيجي تحاول في مرحلة مهمة جدا تستغل خطأ حصل من محمد الشناوي أو كان مشترك فيه، عشان تعمل إيه؟ عشان خالد الغندور يطلع يدافع عن محمد الشناوي ويبقى قلبه على محمد الشناوي وزعلان من جمهور نادي الأهلي اللي إزاي يقول كده على محمد الشناوي. أنتوا متخيلين؟ متخيلين الوضع الساخر الكوميدي وصل بينا لإيه؟ خالد الغندور بيقول رغم إني زملكاوي، ما حدث من بعض جماهير الاهلي في المدرجات بعد اللقاء غير مقبول تجاه حارس كبير كان سبب في احراز الاهلي لبطولات كثيره وهو حارس منتخب مصر الاساسي، وطبيعي ان يخطئ الحارس في بعض الاحيان. طيب ده اللي هو ايه؟ ده اللي هو فكره في ظاهره الرحمه وباطنه العذاب. هو مديك كلام يبدو ليك ان هو شخص بيدافع عن حارس كبير بيضيق قيمته، بس ما تجيش منه هو، لأنه هو أساساً أكتر واحد دايماً يتحدث ودايماً بيحاول يحبط لاعب زي الشناوي. فإحنا تعالى نقول أولاً، هو أصلاً الكلام اللي أنت بتقوله ده حقيقة، ده مش محتاج رد ولا اجتهاد مننا، ده نسمع جمهور النادي الأهلي بعد المباراة وفي عز الخطأ كان بيقول إيه لكابتن محمد الشناوي. شناوي ولا يهمك، كان ده تعليق جمهور النادي الاهلي. اكيد البعض يا اسامه عشان نبقى منطقيين اتضايق من الهدف، اه وارد، اكيد انت دايما شايف الشناوي مسؤول وقائد وبتنتظر منه ان هو في حته تانية، اكيد حقك. ولكن فكره ان انت تتحول لمصلح اجتماعي بتتكلم بشكل فعلا الغرض الحقيقي منه هو اظهار ان في مشكله بين جمهور الاهلي ومحمد الشناوي، ده شخص واحد بس في العالم ممكن يصدقه، هو انت، لا اكتر ولا اقل. فارس، جماهير النادي الاهلي تحملت حراس مرمى اقل بكتير من الكابتن محمد الشناوي، صحيح، في اخطاء كتير، فمش معقول مش هتتحمل الكابتن محمد الشناوي في خطا ملوش علاقه بفكره امكانياته كحارس مرمى، لحظه سرحان، لحظه عدم توفيق، خلاص انتهى الامر، لكن ده ملوش علاقه اطلاقا بامكانيات الكابتن محمد الشناوي حارس مرمى النادي الاهلي وقائد النادي الاهلي. لكن فكره قائد النادي الاهلي ربما تؤلم البعض، لان ذكريات 27 نوفمبر اللي كان بطلها الكابتن محمد الشناوي تحديدا بين الشوطين اخذت منهم لقب سموه او كانوا بيسموه لقب القرن، فبالتاكيد الكابتن محمد الشناوي هيكون عليه بعض الضغوط. لكن النصيحه للكابتن خالد ما توجهاش لجماهير النادي الاهلي، لان جماهير النادي الاهلي مش محتاجه نصيحه، النصيحة لو حد أولى بيها فهي جماهير نادي الزمالك. إزاي بتتعامل مع لاعبيها وإزاي بتتعامل مع ما يدعون أنهم أساطيرهم؟ بالمنطلق ده إحنا لو عرضنا صور لجماهير نادي الزمالك، لأن مش هنقدر طبعا نستعرض المصطلحات أو الألفاظ اللي كانت بتتقال في المدرج، لكن مفيش لاعب في الفترة الأخيرة دي لم يتعرض لانتقاد وتجاوز من قبل جماهير نادي الزمالك قد لاعبي نادي الزمالك، سواء جنش، شيكابالا، في مباريات كتيره جدا ممكن نعرض الصور او ناخد لقطات، فبالتالي يبان قد ايه، ونقول المباريات كمان، يعني دي صوره لجنش ماتش المقاولين، طبعا انت لسه قايل ان جنش قال ان الشناوي بالظبط افضل حارس في مصر، هنا كان بيتقال له كلمه معينه كده ان انت الشناوي ومحمود علاء في الماتش اللي بعده،
ده كانوا بينادوه بمستر اسيست اللي احنا ده محمود علاء مستر اسيست. لكن جنش قالوا يا شناوي يا نفسيه حاجه زي كده، ان هو صوروا ان في نفسيه وحاجه زي كده. غير كده بقى كمان ده الاسطوره شيكابالا ده في لقاء امبي، وده كان في 2019. نرجع بالزمن ده لا ده احنا لو رجعنا بالزمن شيكابالا على مدار تاريخه له لقطات كتيره جدا، وادي لقطات مهمه كانت ده الاسماعيلي 2009 بالظبط 2009، وعندنا صوره هجوم الشرطه كمان 2009، وعندنا المحل 2009. هي بصراحه سنه 2009 كانت سنه تقريبا هي سنه الخلافات بين شيكابالا وبين جماهير نادي الزمالك، ويمكن كمان كان في مباراه انبي 2019، فتقريبا رقم 9 ممكن هو السبب في المشاكل دي. فيا كابتن خالد لو عايز تنصح حد يا ريت تنصح جماهير نادي الزمالك، وما تقلقش الشناوي في امان بين جماهير النادي الاهلي. الشناوي قائد باذن الله هيحمل البطوله الافريقيه العاشره. والاهم لو انت كنت في اليوم ده دخلت على تويتر وشفت الترند مين في مصر، اربع الترند الاول والثاني والثالث والرابع منهم محمد الشناوي 3. ادعم الشناوي حارس مرمى مصر وحش افريقيا، فمش انت اللي هتوصي جماهير النادي الاهلي على محمد الشناوي، ارجو توصي جماهير نادي الزمالك على نجوم نادي الزمالك.